المحاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها Introduction to Endocrine Physiology. Introduction to Endocrine Physiology أو Introduction to Endocrinology. خلاص؟ زي ما إحنا دايماً متعودين حاجة ملائمة للنبي إن أنا ببدأ بإنتروداكتوري كيس. من الإنتروداكتوري كيس أقدر أطلع الليرنينج أوبجيكت اللي أنا عايز أعرفها من المحاضرة. فبيقول لك a 14 year old boy زي ما احنا متعودين دايما يا جماعه في دراسات البي بي ان بكتب ايه؟ فاكتس اند فينومينا. فاول فاكت عندي عيل عنده 14 سنه كلام كويس. المشكله عنده ايه؟ لاحظوا ان هو ايه؟ ما شاء الله اطول من كل زمايله اللي في سنه. يبقى المين كومبليت انه طولر ذان اول اوف هيز كلاس ميتس، كل زمايله هو ما شاء الله طويل عنه موت. مش كده وبس، ده في مشاكل ثانيه بيشتكي منها. ان في حاجه وسكورس فيشيال فيتشرز. الفيس بتاعه له سيرتن كاركترستيك فيتشر، تيجي تبص على الفيس هتلاقيه الونجيتد فيس، اكيد شفتوا ناس يا جماعه بالشكل ده، الناس اللي بتتابع المصارعه في واحد اسمه جليد كارين. ده شبه الونجيتد فيس. خلاص؟ وكان في ايام زمان في الثمانينات كان في مصارع ما شاء الله ضخم قوي اسمه اندريا ذا جاينت، ضخم قوي ما شاء الله وكان الفيس بتاعه الونجيتد خلاص؟ والجسم ما شاء الله كبير. ده هتلاقيه نفس الصفات الشكل كده، تلاقي الونجيتد فيس. الماندبل لو انت شفت اللي هو الجريكالي هتلاقي الماندبل بروترودد، صح ولا لا؟ بروترودد ماندبل وبروميننت شو، بص لك جيت تاخد الهيستوري من هذا الشخص، نو فاميلي هيستوري اوف ذيس بروبلم، ما عندوش المشكله دي في العيله. جيت تعمل له اكزامينشن، ما هو دايما كده توالي الاحداث. انت بتشوف الكومبلين خلاص؟ بتشوف الفاميلي هيستوري، تعمل اكزامينشن لو في انفستيجيشن وتشخص. مش ده تتابع الاحداث يا جماعه؟ فلما جالك العياده انت عملت اكزامينشن. الاكزامينشن بيشمل ايه؟ انسبكشن صح؟ بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. طيب بالانسبكشن انت وجدت ايه؟ فعلا هو اكستريملي تول ما شاء الله خلاص. طيب ده مقارنه بالاتش بتاعه في فرونتال بوسي، يعني ايه؟ في الفيس بتاعه هتلاقي الفرونتال اسبكت دي بروترود او واضحه بروميننت. الهاند والفيت بسم الله ما شاء الله، ايديه ورجليه ما شاء الله السايز بتاعهم كبير، في بروميننت جو، وممكن تلاقيه مش عارف يدخل جوه زي لسانه طالع لبره كده لانه اللارج تانج، حاجه اسمها ماكروجلوسيا. جيت تعمل له انفستيجيشن انت شكيت انه ممكن يكون عنده اندوكراين بروبلم، فقلت اشوف الليفل اوف هرمونز، لقيت في هرمون اسمه الجروس هرمون از انكريز، في اوفر برودكشن. والبروبلم ده هتشرح لكم برضه، كنتوا بتاخدوا المحاضره بعد كده ان شاء الله اللي هي الهايبوثلامو هايبوفيزيال اكس، هتيجي تاخد محاضره هتكلم عن الجروس هرمون هتقابلك المشكله ديت، وهتهمك كفسيولوجي هتهمك كباثولوجي وجزء ما بايو. الصوره يا جماعه يبقى بمنتهى البساطه حاله عندنا 14 سنه طولر ذان هيز ايه كلاس ميتس، اكتر من زمايله. جيت تشوف الفاميلي هيستوري نو فاميلي هيستوري للبروبلم دي، جيت تشوف الايه؟ الاكزامينشن لقيت كل الفيشر تول بروميننت فيس الونجيتد فيس بروميننت جو ماكروجلوسيا. جيت تعمل انفستيجيشن لقيت اوفر برودكشن اوف جروس هرمون زي الحاله اللي عندنا ديت، بيقولوا عليها اكروميجالي غير حاجه اسمها شانتيز كانت معانا السنه اللي فاتت. لو اوفر برودكشن اوف جروس هرمون بيفور يونيون اوف ديفيسيز يعمل ما شاء الله عملاقه جانتيز، اقولوا عليها جايجانتيزم. لو افتر خلاص اللي حصل حصل، افتر ايه؟ كلوجر في الفيزيال بليدز، يبقى البون هيزيد الجروس بتاعه ايه؟ الترانسفير صح؟ فتلاقي السكنس يزيد، بيقولوا عليها اكروميجالي. طيب حاله زي عندنا كده سمعنا كلمه هرمون، سمعنا حاجه اسمها اندوكراين صح ولا لا؟ كانتروداكشن يبقى محتاج اعرف سيرتن ديفينيشن. عايز اعرف يعني ايه اندوكراين جلاند؟ عايز اعرف يعني ايه هرمون؟ وعايز اعرف يعني ايه هرمون ريسبتور؟ وازاي الهرمون ممكن ياثر على البادي فانكشن؟ وازاي البروبلم في اي هرمون ممكن تؤدي الى تشينج في البادي فانكشن من ضمنها الجروث؟ صح ولا لا؟ ده كلام منطقي استشفه من الايه؟
من البروبلم اللي عندي ولا لا، يبقى بقوم داخل على الليرنينج اوبجكتيف. زي ما بعيد وازيد واقول دايما يا جماعه فيما يخص اي ديبارتمنت، او بالذات عندنا في القسم الفسيولوجي، هتلاقينا بنحط لك الليرنينج اوبجكتيف. الليرنينج اوبجكتيف دي لازم تغطيها من اي مصدر، ما حدش بيقول لك ذاكر من هنا او من هنا، اي تكست بوك، من اي محاضره، من بس المهم تغطي الاهداف. اي هدف منهم ممكن يتسد. ماشي يا جماعه؟ طيب ايه الاهداف اللي عندي؟ منشن هاو بادي فانكشنز ار ريجوليتد، ده اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في الاوتونوميك، هنقول عنها نفسه صغيره دلوقتي. في سيرتن ديفينيشنز ممكن كشورت اي سيركت سيل ديفاين، ويجيب لك حاجه منهم ويكمل بقيه الشورت اي سيكويتش. واضحه الصوره؟ فديفاين عايز اعرف يعني ايه هرمون، يعني ايه هرمون ريسبتور، يعني ايه اندوكراين جلاند، يعني ايه اكسوكراين جلاند، يعني ايه حاجه اسمها ديفيوز اندوكراين سيستم. وهدف غايه في الاهميه ممكن تتساله كشورت قيس لحاله، حاجه اسمها اوتلاين فورمز اوف اكسترا سيلولار سيجنالينج اور كوميونيكيشن. ثم كلاسيفاي هرمونز اكوردنج تو ذير ستراكشر، وهتلاقي الكلام ده هيتكرر معاكم كتير مع كمان البايو. منشن ميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونز، البايو هيتكرر برضك فيه كتير، وهيبقى فيه عناوين محاضرات في البايو، يقول لك مثلا ميكانيزم اوف اكشن اوف بيبتيد هرمون، ميكانيزم اوف اكشن اوف ستيرويد هرمون، ميكانيزم اوف اكشن اوف ستيرويد هرمون وخلافه. وبالتالي احنا في بلوك يا جماعه كلنا بنكمل بعض، كل الاقسام بتكمل بعض. اللي انا ما فهموش في الفسيولوجي هيكمل لي في البايو، اللي ما فهموش في البايو هيكمل لك في الفسيولوجي، اللي مش هيفهم في الاثنين هيكمل بالباثولوجي، وهكذا. خلاص؟ ثم ميكانيزم اوف اكشن اوف هرمون زي ما قلنا، او اوتلاين فيدباك كنترول اوف هرمونز، ده هتتكرر على امتداد البلوك، مهمه جدا ومحتاجه تتفهم سيمبلي، وممكن برضه جزء منها يتسال كشورت اسم. ثم اخيرا كلمه صغيره، زي ما بدانا بكلمه صغيره هننتهي بكلمه صغيره، وهتتكرر في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، بالذات المحاضره الجايه، حاجه اسمها ليست ذا كونكشن بتوين ذا نيرفس اند اندوكراين سيستم. بمنتهى البساطه الاهداف اللي عندي دي كلها بتتلخص في هدفين او ثلاثه. الهدف الاولاني ان انا اعرف سيرت الديفينيشنز، الاهداف بتتلخص في ايه؟ في سيرت الديفينيشنز غايه في الاهميه يا جماعه. زي ما قلنا هرمون، هرمون ريسبتور، اندوكراين جلاند، اكسوكراين جلاند، ديفيوز اندوكراين سيستم، ومن ضمنهم جزء اللي هو ثاني حاجه للهدف اللي هو الاكسترا سيلولار سيجنال. كل ديفينيشن زي ما نقول حالا. ثم الهرمونز اعرف بقى اللي هو الايه؟ كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ستراكشر، ثم ميكانيزم اوف اكشن، واخيرا الفيدباك كنترول. دول ثلاث اهداف اساسيين، سيرتن ديفينيشنز، ثم الاكسترا سيلولار سيجنالينج، والهرمون بما يخصهم عليهم، واخيرا الفيدباك كنترول للهرمون. طيب نبتدي اول حاجه عندنا فيري سيمبل ريجوليشن اوف بادي فانكشنز، ازاي البادي فانكشنز اوف اور بادي ار ريجوليت. قاعده عامه يا جماعه ودي هتتكرر في كل اللغه، في حاجه اسمها وهتسمعوا عنها بالذات وهتتكرر في الكارديو فاسكولار، حاجه اسمها ايه؟ نيرفس ريجوليشن، وكيميكال ريجوليشن، ممكن نضيف عليهم كمان ريجوليشن حاجه اسمها نون نيرفس نون هرمونال اللي انا بقول عليها ايه؟ اوتو ريجوليشن. نيرفس ريجوليشن دي يعني معناها ريجوليشن بتبتدي فيري رابيد اند اوف شورت ديوريشن، خدها قاعده في حياتك مع اكسبشنز بسيطه قوي، لكن الاساس هي القاعده ان الحاجه اللي بتبتدي بسرعه تخلص بسرعه، الحاجه اللي بتبتدي ببطء تاخد وقت طويل. في اكسبشنز في الطب لكن الاساس هنا نيرفس ريجوليشن رابيد اونست اوف ريجوليشن ولكنها اوف شورت ديوريشن. كيميكال ريجوليشن سلو اونست لكنها اوف لونج ديوريشن. على سبيل المثال الهارت فانكشن، لما انت دلوقتي جاي داخل المحاضره ما انتش عارف اسم مين، ما احناش حاطين اسامي الدكاتره، فانت داخل شفت الدكتور خالد حسيت ان قلبك انقبض ولا قلبك زادت ولا ما زادتش، ايه اللي حصل؟ ده نيرفس ريجوليشن صح؟ عمل ايه؟ رابيد ريسبونس، لكن هيبقى ايه؟ شورت ديوريشن. وضحت الصوره؟ يبقى رابيد اونست لكن شورت ديوريشن. على اللونج ران بقى
عايز تبقى ادابت تتعود على حاجه زي دي، تبقى اللي هينظم الريجوليشن ده حاجه تبتدي سلو زي الهرمون الريجوليشن، زي حاجه اسمها عنها الثيرويد هرمون او الثيروكسين، هتسمعوا عنه ان شاء الله في الحضره من فصله، هيريجوليت على سبيل المثال الهارت فانكشن. طيب في بعض الاوقات يا جماعه زي ما هنعرف ان شاء الله، هنسمع كتير قوي في الكارد فاسكولار سيستم وفي الجي اي تي وفي السي ان اس وخلافه، ان في اوقات بيبقى في ريجوليشن بقول عليها اوتو ريجوليشن، ذاتيه بحد ذاتها، لا تعتمد على النيرفس ريجوليشن ولا الكيميكال ريجوليشن، بيقولوا عليها اوتو ريجوليشن او يقولوا عليها نون نيرفس نون كيميكال. يبقى تاني سيمبلي بمنتهى البساطه عايزين نعرف الريجوليشن اوف بادي فانكشنز الميجور تو سيستمز، نيرفس ريجوليشن اوف رابيد اونست شورت ريجوليشن، كيميكال ريجوليشن سلو اونست اند لونج ريجوليشن، وفي حاجه صغيره كده اسمها نون نيرفس نون كيميكال اللي انا بقول عليها ايه؟ اوتو ريجوليشن. نعم. الاوتو ريجوليشن هي ذاتيه في حد ذاتها خلاص؟ according to the function اللي هي هتدي، خلينا دلوقتي عشان ما ننتهش، هتاخد الاوتو ريجوليشن في الفود ديتيل، وانت بتتكلم في الكارديو فاسكولار، وانت بتاخده في السي ان اس بعد كده، وانت بتاخده في الجي اي تي. خليني اللي عايزك تعرفه دلوقتي، انسى الاوتو ريجوليشن، اسمع من هنا تطلع من هنا، لكن انا بقول لك المعلومه دلوقتي عشان ما تجيش بعد كده تقول لي ده اتقال لنا في ناس من ثالثه قالوا لنا ان في حاجه اسمها اوتو ريجوليشن، بس بقول لك المعلومه الفول ديتيل، لكن المطلوب منك لحد دلوقتي لحد بدايه البلوك تعرف ان في نقص ممكن الصوره، بعد كده هتعرف ان في حاجه اسمها ايه؟ اوتو ريجوليشن، بس معانا في بروتوكولات الباسكولار ان شاء الله. كلام كويس. سيرتن ديفينيشنز عايز اعرفها. عايز اعرف يعني ايه اندوكراين سيستم او اندوكراين جلاند، وعايز اعرف يعني ايه اكسوكراين جلاند. حد يقدر يقول لي يعني ايه اندوكراين جلاند؟ شاطر. يبقى انا عندي، خلي بالكم كده يا جماعه، لما اجي اقول اندوكراين جلاند يبقى انا عندي فيه جلاند. ماشي يا جماعه؟ الجلاند ده هتطلع سكريشن فين؟ دايركتلي انتو ذا بلاد ستريم. والسكريشن ده بقول عليه ايه؟ هرمون. هيمشي مع البلاد ستريم لحد ما يروح لديستنت تيشو. يأفكت ايه؟ يأثر على الفانكشن بتاعته. يبقى تاني بمنتهى البساطه، اندوكراين جلاند معناها ايه؟ يبقى اندوكراين، اندوكراين جلاند معناها ايه؟ داكتلس جلاند، يعني جلاند وزاوية داكت سكريت هرمون دايركتلي انتو ذا بلاد ستريم، بتعمل الهرمون تطلعه يدخل في الدم مباشره، يمشي في الدم يروح لديستانت تيشو مكان بعيد، يأفكت اتس فانكشن. طب ده الاندوكراين، امال الاكسوكراين؟ بص كده بقى هتلاقي عندك جلاند اهي لكن لها ضغط، بتريليز سبستانس بيقول عليها انزايم، ممكن اذر سكريشن زي ما تعرف السويت سكريشن، خدناها السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم في البادي تمبريتشر ريجوليشن، سمعنا عن السويت سكريشن، يفرز الاكسوكراين ولا الاندوكراين جلاند؟ الاكسوكراين لان لها ضغط. يبقى اما اجي اقول لك اكسوكراين جلاند يعني معناها جلاند ويز ا ضغط بتسكريت سيرتن كيميكال وسيرتن سكريشنز ثرو ا ضغط. السكريشن ده ممكن اقول عليه على سبيل المثال انزايم، في سكريشن ثاني ممكن يكون سويت سكريشن، المهم ان السكريشن ثرو ايه؟ ضغط. في اي مشكله كده يا جماعه؟ ايام زمان كانوا حاطين في دماغهم ان الاندوكراين سيستم او الاندوكراين جلاندس نقدر نعدهم. نقول مثلا احنا عندنا هنا اهوت في حاجه اسمها الايه؟ الثيرويد والباراثيرويد. فيه سوبرا رينال جلاند، فيه الايه؟ التستيس في الميل والاوفرز في الفيميل. يقول لك ده كان ايام زمان كانوا يقولوا كده. دلوقتي قال لك خلي بالك كل يمكن كل سيل في جسمك ممكن تو اكت ان اندوكراين فاشن. ازاي؟ ركزوا معايا. قال لك خلي بالك في ديفينيشن اسمه ديفيوز اندوكراين سيستم، ان هو يا جماعه مش مجرد شويه ايه جلاند سؤال عليها ده الاندوكراين سيستم، قال لك لا ده ايفن موست اور ايفن اول اوف ذا بادي تيشو اند سيلز مي اكت ان اندوكراين فاشن. ازاي؟ قال لك في الجسم عندنا في حاجه اسمها ديفيوز اندوكراين سيستم،
ايه هو الديفيوز اندوكراين سيستم؟ عباره عن نتورك اوف سيلز، شبكه من الخلايا متوزعه ان اولموست اول يور بادي. لها ثلاث صفات اساسيه، ركزوا معايا عشان لو قلنا ديفاين ديفيوز اندوكراين سيستم ودي وان اوف ذا مين اوبجيكتيف عندكم، اي نعم ديفينيشن بس هدف موجود عندكم في البوك. يبقى نتورك اوف سيلز كاركترايزد باي ايه؟ اول حاجه انها بريزنت نيرلي ان اول تيشوز، فاغلب التيشوز بتاعتك هتلاقيها موجوده. كلام كويس. تاني حاجة بتشو سكريتوري فيتشرز، حد يقدر يقول لي يعني ايه سكريتوري فيتشرز؟ يعني ايه سيل بتمتاز بان لها سكريتوري فيتشرز؟ كلام خدناه قبل كده وسمعنا عنه كتير في الهيستولوجي. شاطر. يعني لو قلت انا عندي سيل اهي لها سكريتوري فيتشرز، يبقى فيها سكريتوري جرانيولز، صح ولا لا؟ وبتسكريت اتس سكريشن. سواء بقى بايه؟ اكسكراين فاشن او اكراين فاشن، صح؟ كلام كويس. يبقى لها سكريتوري فيتشرز. مش كده وبس. هاف ان اندوكراين ريليشن شيب وذ سراوندنج سيل. يعني ايه اندوكراين ريليشن شيب؟ يعني هتاكت از اندوكراين جلاند، يعني ايه؟ هتسكريت سيرتن كيميكال بورد دايركتلي انتو ذا بلاد، صح؟ ويمشي للبريفرال ايه؟ تيشو تو افكت ايه؟ او هذا الكيميكال هي افكت ذا سيل اور اذر سيلز. انا هتكلم عن حاجه حالا اسمها الاوتوكراين جلاند والباراكراين، هنتكلم عنها حالا. لكن الديفينيشن تاني هعيد وازيد فيها اهو تاني. ديفيوز اندوكراين سيستم از ان نتورك اوف سيلز ذات كاركترايزد باي مين ثري فيتشر بريزنت ان نيرلي اول تيشوز شو سكريتوري فيتشرز هاف ان اندوكراين ريليشن شيب، والاندوكراين ريليشن شيب ممكن تكون اكت از اندوكراين جلاند اوتوكراين جلاند باراكراين، وهنفهم يعني ايه اوتوكراين وباراكراين حالا. والسراوندنج سيلز الديفينيشن ده فيه اي مشكله يا جماعه؟ يبقى بالتالي هل منطقيه ان الاندوكراين سيستم بتاعنا هو عباره عن مجرد الثيرويد والباراثيرويد والايه؟ وال مثلا بتيوتري فوق والهايبوثالاموس والسوبرارينال جلاند والتستيس والاوفرز؟ لا. وضحت الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. طيب مهمة جدا الفورمز اوف اكسترا سيلولار سيجنالينج اور كوميونيكيشن، زي ما بقول ممكن تتسال كشورت ايزي كويشن، طول ما احنا ماشيين هتلاقيني اقول لك هتسال في دي ازاي كشورت ايزي، هتسال فيها كام اس كيو ازاي، هتسال فيها كام اي كيو ازاي. اكسترا سيلولار سيجنالينج اور كوميونيكيشن، خلايا فرح بعضها ترتبط مع بعضها ازاي؟ يحصل كوميونيكيشن او سيجنالنج بينها ازاي؟ قال لك بميني فاشن بطرق مختلفه. حاجه اسمها الاندوكراين سيجنالنج، اظن لسه قايلينها. اندوكراين سيجنالنج يعني ايه؟ يعني انا عندي اندوكراين جلاند سكريت هرمون انتو ذا بلاد دايركت، هيمشي في البلاد يروح لديستانت تيشو افكت ات، يبقى ده معناها اندوكراين سيجنالنج. يبقى تاني اكسترا سيلولار سيجنالنج يعني ايه؟ انا عندي سيل وعندي سيل ثانيه وسيل سواء في نفس المكان او في مكان بعيد، ازاي يحصل ارتباط بينهم؟ اول طريقه ان ممكن يكون عن طريق الاندوكراين سيجنالنج. اندوكراين سيجنالنج يبقى انا محتاج سيل تو افكت اذر سيل اواي فروم ات، على مسافه بعيده. يعني على سبيل المثال ثيرويد جلان ممكن تو افكت تيشو بعيد خالص عنها، الهارت مثلا. وضحت الصورة يعني مش فرح؟ ازاي؟ زي ما قلت ممكن يبقى عندي ادا بلاد ريليتد لهذه الاندوكراين جلاند، هتطلع لك الهرمون هيروح يمشي الهرمون في الدم لحد ما يروح للديستانت تيشو افكت ايه؟ يبقى ده بقول عليها الاندوكراين سيجنالينج او الاندوكراين كوميونيكيشن. ممكن يكون عن طريق حاجه اسمها اوتوكراين سيجنالينج، كلمه اوتو يعني ذاتي اثر على نفسها. يبقى انا عندي خليه اهي هتطلع سيرتن كيميكال وهذا الكيميكال افكت ذا سيم سيل. يبقى اف سيل سكريت ا سيرتن كيميكال اند ذيس كيميكال افكت ذا سيم سيل اجين، اقول عليها اوتوكراين سيجنال. بس خلي بالك اوقات الاقي انذر سيل هنا اهو نيبرنج سيل يعني فرح وهذا الكيميكال اللي طلع من السيل رقم واحد افكت السيل رقم اثنين، ورغم كده اقول عليها اوتوكراين. الشاطر يقول لي امتى؟ تاني القاعده بتقول
ان اوتوكراين سيجنالنج تعني ان انا عندي كيميكال ريليزد باي ا سيرتن سيل افكت ذا سيم سيل اقول عليها اوتوكراين. لكن في اكسبشن للقاعده دي بتقول ايه؟ ان لو في سيل سكريت سيرتن كيميكال اند افكت ا نيبرنج سيل اوف سيم تايب. يعني لو النيبرنج يعني اللي بجوارها او اللي فيها او ادجاسنت اللي فيها على طول سيل ولكنها نفس النوع نفس التايب. في الحاله دي اقول عليها ايه؟ ها؟ ده كنت بقول عليها اندوكراين سيجنال. دي بقول عليها اوتو كراين سيجنال. طب الخليه رقم ثلاثه دي مختلفه عن واحد واثنين. وطلع كيميكال من واحد افكت رقم ثلاثه. الحاله دي بقول عليها بارا كراين سيجنالينج. يبقى بارا كراين سيجنالينج سيرتن سيل سكريت ا كيميكال اند ذيس كيميكال افكت ا نيبرنج سيل اوف ديفرنت تايب. تاني ممكن اسئله ام اس كيو يقول لك ايه؟ اف ا سيل سكريت ا سيرتن كيميكال افكت ادجاسنت سيل اوف سيم تايب ات از كولد اندوكراين سيجنالينج اوتوكراين سيجنالينج بارا كراين سيجنالينج اكسوكراين سيجنالينج it is called autocrine. ولكن اذا كان افكت انيبرنج سيل اوف ديفرنت تايب اقول عليها باراكراين سيجنال. وضحت الصوره؟ وش مثال شهير جدا وجالهم قبل كده كتير ام اس كيو هتلاقي عندك حاجه اسمها البنكرياس ايلت اوف لانجر هانز جزر لانجر هانز اكيد سمعنا عنها. الايلت اوف لانجر هانز هتلاقي فيه سيرتن سيل هتاخدوها كمحاضره منفصله ان شاء الله اللي هي البنكرياتيك هرمونز. هتلاقي في حاجه اسمها الالفا سيل لو ده البنكرياس كده وده الهيد اوف بنكرياس لقينا فيه الايلت اوف لانجر هانز هنا فيها سيرتن سيلز جزر لانجر هانز. هتلاقي في حاجه اسمها الالفا سيل ودي بتطلع حاجه اسمها الجلوكاجون هرمون. وهتلاقي في حاجه اهو اسمها البيتا سيل في ريحها اهي دي بتطلع حاجه اسمها الانسولين. وجدوا ان الجلوكاجون بيحصل له سكريشن من الالفا سيل وبيروح يعمل كنترول اور ستيميوليشن للريليز اوف انسولين فروم بيتا سيل. يعني بمعنى اخر اكيميكال ريليز فروم سيل اللي هي الفا سيل افكت نيبرنج ديفرنت سيل اللي هي البيتا سيل يبقى وبالتالي اكت ان ويتش فاشن ورا كراين. ممتازين جت قبل كده كتير ام اس كيو يقول لك جلوكاجون سكريتس اور ستيميوليتس سكريشن فروم بيتا سيل اور ستيميليس سكريشن اوف انسولين ده سيل ان اندوكراين فاشن اوتوكراين فاشن باراكراين فاشن يبقى باراكراين فاشن. وضحت الصوره ولا صعبه يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى عرفنا يعني ايه اندوكراين؟ يعني ايه اوتوكراين؟ يعني ايه باراكراين؟ وعرفنا قبل كده اكسوكراين يعني ايه؟ طيب نيورونال سيجنالينج فاكرين واحنا بناخد الاوتونوميك نيرفس سيستم سمباثيتك او بارا سمباثيتك سمعنا عن حاجه اسمها بري جانجليونيك نير فايبر وحاجه اسمها ايه؟ ها؟ بوست جانجليونيك. لو انا عندي نيرون بالشكل ده بري جانجليونيك فيها سكريتوري فيتشر هتلاقي فيها سكريتوري جرانيولز. لو انا بتكلم في بري جانجليونيك هتلاقي كيميكال ترانسميتر كان ايه؟ اسيتايلكولين. هيروح افكت بوست جانجليونيك فايبر اور نيرون اور تارجت تيشن. طيب الكونكشن ده هي لها اسم اسمها نيورونال سيجنال. يعني النيرون لنيرون ثروه ساينابس. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى تاني ركزوا ممكن اتسال في ديت حاجات ام اس كيو ممكن تتسال كشورت اي سي ممكن تتسال كجزء ام كيو. ايه هي الاكسترا سيلولار سيجنالينج اور كوميونيكيشن؟ ابقى عارف ان في اندوكراين سيجنالينج اوتوكراين سيجنالينج بارا كراين سيجنالينج نيورونال سيجنالينج ممكن تضيف عليها اكسوكراين سيجنالينج مفيش مشكله. نعم. نيورونال سيجنالينج عايدة تاني كنت على البساطه. كلمه كوميونيكيشن يعني ايه؟ اكسترا سيلولار سيجنالينج اور كوميونيكيشن. ازاي الخلايا بكافه انواعها لها علاقه ببعض؟ النيورون دي مش سيل. سيل. علاقتها بنيورون ثانيه ايه؟ هل هي اندوكراين؟ هل هي اوتوكراين؟ هل هي اكسوكراين؟ هل هي باراكراين؟ قال لك لا، في علاقه جديده ما بين نيرون ونيرون من خلال ريليز كيميكال ترانسميتر بيعدي من خلال الساينابس فيقولوا عليها نيرونال سيجنال. سهله ولا صعبه؟ كلام كويس. نعم.
في فرق بين الاوتو كرايم والبارا كرايم؟ تاني اوتو كرايم معناه، ركز معايا كده، انا عندي خليه مركز وعندي خليه ثانيه اوف سيم تايب اوت وعندي خليه ثالثه اوف ديفرنت تايب، ماشي؟ اظن واضحه كده. فعندك خليه واحد، خليه اثنين، خليه ثلاثه. خليه واحد طلعت كيميكال، لو هذا الكيميكال، ركزوا يا جماعه، لو هذا الكيميكال افكت ذا سيمسل اللي هي واحد، بقول عليها اوتو. اوتو يعني ذاتي، اثر على نفسها، يبقى اوتو كراين سيجنال. لو افكت ذا سيمسل اقول عليها اوتو كراين. لو افكت انيبرنج سيل يعني خليها بجوارها ولكنها اوف سيم تايب اقول عليها اوتو كراين. لكن لو الكيميكال ده افكت انيبرنج سيل اوف ديفرنت تايب اقول عليها ايه؟ بارا كراين. بارا يعني بجوار. وضحت الصوره؟ كلام كويس. في اي مشكله يا جماعه في الكلام لحد دلوقتي؟ طيب ادي الرسمه بتوضح لي، ادي الاندوكراين فاشيون او الاندوكراين سيجنالينج، هتلاقي ايه؟ اندوكراين جلان سيكريت هرمون دايركتلي انتو ذا بلاد يمشي من خلال بلاد افكت ديستنت ايه؟ تيشو. هتلاقي ادي ايه؟ سيل سيكريتوري سيل وادي ادجاسنت سيل اوف ديفرنت تايب، فهتطلع السكريشن افكت ادجاسنت اور نيبرنج سيل اوف ديفرنت تايب اقول عليها باراكراين. ادي سكريتوري سيل طلعت سكريشن افكت ذا سيم سيل اقول عليها اوتو كراين، لكن لو افكت انيبرنج سيل اوف سيم تايم اقول عليها برضك اوتو ايه؟ اوتو كراين. هرمونز، خدوا نفس عليك كده يا جماعه ونتكلم عن حاجه اسمها هرمونز.